العيون وتيقظ أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نامت عيون الخائنين الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رداء لله الفاتح. الله أم مر القرون أتراه وأذهلها جلال الله أم مر القرون لا يقد نمت عيون وتيقظ أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون يسمعون ولا يعون ويح نفسي فلن ترى وهي ترصح في سجود ويح نفسي فلن ترى وهي ترصح في سجود وهي ترصح في سجود وتيقظ أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون مولاي قد نمت عيون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ترنوه إلينا وهي ساهية عن الدنيا القوم أتراه وأذهلها جلال الله أم مر القرون أتراه وأذهلها جلال الله أم بوجي بسلانيك صلى الله عليه وسلم كاجه دا جيوتني ويك موغومتا između 60-70 godina. Evo vidimo da nekada i ne dođe svim do 60, kako je kome Allah Đelešanu odredio. Stoga je jako važno, jako bitno da svoga života, da čovjek se trudi, ali insan je ko insan, zaboravno biće. I stalno nam treba podsjećati. I ono što znamo i što ne znamo. Uvijek se mora govoriti. Sviđa mi se onaj, ono kada je Boži poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
pogled u ogledalo pa kaže: moj gospodar, uljepšaj ti moj ahlak kao što si uljepšao moj lik. Dakle, kroz lijepo ponašanje Allah Đelešanu će nas dići na visoki stepen. Pa da nam se Allah smiluje, a da našem bratu Allah, ako Bog da nagradi ga džennetom i nas sve skupa. Da samo pitamo, ono sam usred govora zaboravio sam da vas pitam, hoćete mu halal? Halal. Ja mu تيقظ تيقان عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين.